اسمع وتمعن، خذ الفائدة وادعو لنفسك ولي بالخير. زار النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من المسلمين قد مرض مرضا شديدا، فسأله: هل كنت تدعو الله بشيء؟ فقال: كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. قال: سبحان الله، لا تطيقه. هل لا قلت: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ وقيل أن يوسف عليه السلام لما طال عليه الوقت في السجن قال: ربي جعلتني في السجن طويلا. فقال الله: أنت سألت السجن فأعطيناك، ولو سألت العافية لعافيناك. وقد ورد في القرآن على لسان يوسف عليه السلام قال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. تذكر كم مرة قلت جملة مشابهة. قال الإمام الماوردي: القدر موكل بالمنطق، راقبوا كلماتكم وراقبوا ما تقوله ألسنتكم، فما تقوله تتلقاه نفسك، لذا اختار أحسن ما تطلبه من الله والحقه بدنيا وآخرة. في حكاية يرويها الشيخ علي الطنطاوي يقول الشيخ: كنت قاضيا في الشام، وحدث أن كنا مجموعة نمضي المساء عند أحد الأصدقاء، فشعرت بضيق نفس واختناق شديد، فاستأذنت أصدقائي للرحيل، فأصروا أن أتم السهرة معهم، ولكنني لم أستطع، وقلت لهم: أريد أن أتمشى لأستنشق هواء نقيا. خرجت منه مشيا وحدي في الظلام، وبينما أنا كذلك إذ سمعت نحيبا وابتهالا آت من خلف تلة، نظرت فوجدت امرأة يبدو عليها مظهر البؤس، كانت تبكي بحرقة وتدعو الله. اقتربت منها وقلت لها: ما الذي يبكيك يا أختي؟ قالت: إن زوجي رجل قاس وظالم، طردني من البيت وأخذ أبنائي وأقسم أن لا أراهم يوما، وأنا ليس لي أحد ولا مكان أذهب له. فقلت لها: ولماذا لا ترفعين أمرك للقاضي؟ بكت كثيرا وقالت: كيف لامرأة مثلي أن تصل للقاضي؟ يكمل الشيخ وهو يبكي يقول: المرأة تقول هذا وهي لا تعلم أن الله قد جر القاضي، يقصد نفسه، من رقبته ليحضره إليها. سبحان الله، من أمره بالخروج في ظلمة الليل ليقف أمامها بقدميه ويسألها هو بنفسه عن حاجتها، أي دعاء دعته تلك المرأة المسكينة ليستجاب لها بهذه السرعة وبهذه الطريقة؟ فيا من تشعر بالبؤس وتظن أن الدنيا قد أظلمت، فقط ارفع يديك للسماء ولا تقل كيف ستحل، أفتضيق بعد هذا؟ بل تضرع لمن يسمع دبيب النملة، كونوا على يقين أن هناك شيئا ينتظركم بعد الصبر. إن الله لا يبتليك بشيء إلا وبه خير لك، حتى وإن ظننت العكس فارح قلبك. لولا البلاء لكان يوسف مدللا في حضن أبيه، ولكنه مع البلاء صار عزيز مصر. أفيضيق صدرك بعد هذا؟ كونوا على يقين أن هناك شيئا ينتظركم بعد الصبر، ليبهركم فينسيكم مرارة الألم. يا رب، من فتح رسالتي هذه وسمعها افتح عليه بركات رزق السماء، رزقا من السماء والأرض، ومن نشرها بين العباد فأدخله جنتك بغير حساب ولا سابقة ولا عذاب، وفرج يا رب همومه.